جانر اللي بيخليهم يقوا بقلب العلاقه. وهلا لقدام رح اجيب امثله كثير بيركزوا عن هم صح انه ما قدروش يحققوا هم ذاتهم، فعلى الاقل هم بيحاولوا انه يساعدوا اولادهم، لانهم الاولاد كمان بيعيشوا في ظروف عنف وببيئه اللي هي صعبه، لانه كمان قالوا احنا مش بس احنا معنفات انما اولادنا معنفين، مش شرط يكون عنف جسدي انما البيئه هي بيئه عنف. واحده النساء سمتها الارهاب، الارهاب الموجود بالاجواء. يعني على الاقل انا بدي احاول اني اعود اولادي وبناتي عن هذا الجو، انه انا بدي استثمر فيهم، انا هيك بقدر انه احقق انه اللي ما قدرتش اعمله الي بدي اعمله معاهم، وهيك انا كمان بدعم مكانتي كامراه بشكل عام داخل مجتمعي وقبال المؤسسه يا جماعه، لانه المؤسسه كمان اليوم بالذات النساء المعنفات كيف ما وصفوها انه بينسالوا، وهي نقطه كثير مهمه ننتبه لها كعاملين اجتماعيين وعاملات اجتماعيات، الامراه العربيه المعنفه تسال على امومتها وعلى دورها قبال اولادها. اوكي؟ والنساء العربيات كثير بخافوا، واحده من خوفهم مش بس من الاسره ومن العيلة العربية أنه يروحوا يتوجهوا ويطلبوا مساعدة، كيف ما هو منفكر أنه هذا الشائع أنه على المحل النساء بدهم يروحوا للبوليس وعلى المحل بدهم يروحوا للعمل، لا، النساء العربية واضح إلهم كيف ما طلع عندي بالبحث هنا من 23 أنه المساءلة من قبل الرفاهي الاجتماعي، العملات الاجتماعيين، الأخصائيين النفسيين وحتى المستشارات بيركزوا على امومتهم مع العربيات. هذا بيقول انه كيف المجتمع اليهودي، كيف المؤسسه الاسرائيليه تستخدم مكانه المراه داخل مجتمعها العربي الفلسطيني لصالحها. اوكي؟ لصالحها هي، من غير هذا الربط ما بين الاجتماعي والسياسي. بتامل اني انا عم بحاول، لانه هم انه فوصفوا كيف انه استغلال المؤسسه والرفاه الاجتماعي لما كانت المرأة لصالح المؤسسة الإسرائيلية من خلال أمومة المرأة. فهم مش بس أنه بدهم يعززوا أمومتهم بس عشان أولادهم، إنما بدهم يحموا مجتمعهم اللي بدهم مجتمعهم. قالوا عندهم مسؤولية كبيرة مش بس على أولادهم على بناتهم، إنما كمان على المجتمع العربي ككل. أوكي؟ إذا أنا بدي أروح أخذ مساعدة أو ما أخذش مساعدة.